السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا في فيديو جديد معاكم احمد خالد. النهاردة جايين نتكلم على نسخة البيتا. ديت نسخة البيتا الاصدار الاخير بتاعها على ما اعتقد، حاجة كده من الاخر. لو الناس مش حابة النسخ التقليدية او النسخ اللي هي زيو او غيرها او غيرها، ومحتاج يفتح نسخة عادية جدا، لو الناس اللي ارقامها بتتحذر تقدر تفتح النسخة دي. النسخة ديت ما بتحذرش ارقام طبعا، لان هي شبيهة نسخة المتجر بالظبط، حتى ما فيهاش استعادة. اهو هنكتب هنا الرقم بتاعنا ونخش نشوف شكل النسخه من جوه. طبعا النسخه كده كده ما بتعنكش، بس الفكره بقى او الفرق ما بينها وبين النسخ الباقيه ان هي اللهم صل على النبي، ان هي شبيهه المتجر بالظبط، نفس شكل المتجر في كل حاجه، بس ما بتعنكش. هو ده الفرق الوحيد لو انت حابب تفتح نسخه بيتا. ما بتحظرش ارقام وسريعه جدا يعني في المواضيع دي. تمام كده، دلوقتي احنا دخلنا الكود بتاعنا اهوت، والنسخه ما فيهاش اي اخطاء في تسجيل الدخول نهائي، سريعه وما فيهاش اي اخطاء في تسجيل الدخول وكل حاجه فيها تمام. يعني لحد هنا كده النسخه اهوت داخله معانا، ما فيش اي اخطاء، الدنيا تمام، كل حاجه تمام. ما مش هعمل نسخ احتياطي كمان او استعاده، نوقف الفيديو لحد لما نخش ونرجع تاني. اكتب بس الاسم كده وبعد كده ايه نوقف الفيديو. ورجعنا تاني بعد ما النسخه دخلت معانا، واخدتش وقت كبير بصراحه. هنا برضو الرمز التعريفي بتاع الدخول، الرمز دوت مهم جدا جدا جدا، هيفيدك جدا لو حد حاول ان هو يفتح رقم تليفونك او حتى وصل للكود بتاع التاكيد. النسخه ديت ما فيهاش الاعدادات بتاعه البلس نهائي، لان هي نسخه متجر طبعا، ما فيش حالات علشان نجرب نشوف تسرق حالات ولا لا. المهم خلينا نخش هنا على الاعدادات. دخلنا على الاعدادات اهوت، هنا الاعدادات بتاعت الحساب والدردشه. هنا بقى في الدردشه هتلاقي المظهر دوت اللي هو الدارك مود والوضع الفاتح والغامق. يعني دوت الوضع طبعا بتاع الدارك مود اللي متضاف لنسخه المتجر، الوضع الجديد اللي لسه متضاف لنسخه المتجر من فتره قريبه جدا. يعني مفيش برده حالات علشان نسرقها. طب اوقف الفيديو اجيب فيروس وارجع لكم تاني. ورجعنا تاني وجبنا شويه الفيروسات ديت علشان نجرب عليها بقى التستات بتاعتنا الجميله كده. عايزين نشوف كده النسخه هتهنج مش هتهنج، ايه اللي هيحصل. ما انا ما احملش نسخه عامله زي نسخه المتجر وتطلع بتهنج. ايه يا عم ده، ادي اهو التركي والتركي، وادي الفيروس التالت اهوت. بص حتى النسخه التعديل بتاع الريبلاي مش معمول عليها. بص مفيش تعديل للريبلاي، هي شغاله على طول كده ما بتهنجش وسريعه في الريبلاي. بص اهو بتعمل ريبلاي على كله وسريعه في الريبلاي. يعني ديت حاجه انا شايفها حلوه للنسخه بصراحه. وهي طبعا لعيب التاتش عندي، بس اعذروني خلينا نطلع تاني اهوت. التركي اكسوديا متمردين مش عارف ايه، كل الفيروسات بيتعمل على ريبلاي، بس هو المشكله عندنا في التاتش والله. خلينا نطلع تاني، ادي الفيروس ده كمان اهوت ريبلاي في ثواني، وادي البعبع حربي كوكب، مش عارف ايه اسماء غريبه يعني، بس المهم اهو ايوه. وهنا فيروس خلدون، وهنا برضو البعبع دوت تاني اهو اتعمل عليه ريبلاي بسهوله. دوت الفيروس دوت فيروس اللي هو الرومات، فهيبقى تقيل سيكا معانا، بس مش قوي يعني، مش اللي هو مش هيموت لك الشات مثلا، لا ده هو عادي جدا. بص اهو مش اللي هو هيبقى تقيل هيحرق لك النسخه او غيره، لا ده هو في ثانيه. برضو هنا برضو ديكستون، وهنا المتمردين، وهنا تركي اكسوديا، وهنا ديفل معروف، وهنا تركي تاني. جميع الفيروسات النسخه بتعمل عليها ريبلاي من غير ما نعدل على الريبلاي بتاعها. طبعا النسخه ديت ما نزلش منها كاصدار لنسخه يو او غيره لحد دلوقتي، او حتى اف ام او حتى اي نسخه تانية ما نزلش منها اي اصدار بالشكل دوت لحد دلوقتي. فانا شايف ان ديت هي الوحيده اللي تقدر تعمل ريبلاي على كل الفيروسات ديت من غير ما تهنج منهم. دوت الشكل بتاع الدارك مود اهوت، والاعدادات بتاعتها ما فيهاش البلس. تعال نخش هنا على الاعدادات كده افهمك ازاي لو حد جابك فرومات ما يعرفش يدخلك في رومات. تخش على الخصوصيه وبعد كده هتنزل تحت عند المجموعات ديت وهتعملها جهه اتصالي باستثناء، وبعد كده هتشيل كله يعني كل اللي موجودين، مش هتحدد اي حد خالص. تمام كده، فاما حد يجي يضيفك في روم مش هيعرف ان هو يضيفك في روم الا بموافقتك انت، فمش هيعرف يرمي عليك فيروس اللي هو فيروس تقيل شات. معلومات التطبيق ديت الاصدار بتاع النسخه اهوت الاصدار 2.20.149، اصدار حديث جدا اهو 2020، فيعني انا معتقد النسخه جديده ومفروض ان هي عظمه يعني. خلونا برضو نخش نشوف تسرق ستوري ولا لا. طب ما طلعش فيه ستوري مهمه او لحد شخصيه مش حابب ان هي تطلع في الفيديو، المهم تعالوا نجرب كده نشوفها بتسرق ستوري ولا لا. غير مهم، لا ما بتسرقش ستوري، النسخه كده ما بتسرقش ستوري. طب تمام، يعني لحد هنا كده انا شايف ان النسخه حلوه وجميله.
انا ما اعتقد الشرح كده خلص. اشوفكم في فيديوهات تانية جاية كتير، ومتنساش تشترك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.